النتائج نتاع البكالوريا في ولاية تمراسة وفي ولاية جنوبية تخلينا نكونوا فخورين. هذا معناه بأن فيه عمل قاعدي يندار والنتائج نتاعو اليوم ملموسة. أنا الشيء اللي نتمناه ونوصل له إن شاء الله، لأن مع السيد رئيس الجمهورية ما كانش مستحيل. أنا نتمنى باش تخصصات أخرى لليوم ربما المنطقة نتاع 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 تمنراست ولا في جنوب جنوبنا الكبير، كما علوم شرعية أستاذ، الطب، الهندسة، البيطرة، وأنا متيقن بأن كل هذه التخصصات سوف تصل إلى هذه بفضل ترقية هذه المنظومة التربوية الوطنية التي أعطت نتائج، واليوم هذه النتائج تجسد ميدانيا.